طب يا كابتن، احنا عايزين بقى نقرا مع حضرتك، لان احنا سالنا الناس كده السؤال على السوشيال ميديا، قلنا لهم قولوا لنا التشكيل يعني من وجهه نظركم. احنا بنحب برضو ايه نجتهد نتوقع نشوف كده مع الجماهير اخبارهم ايه، فقولوا توقعاتكم ليه التشكيل، تشكيل الاهلي امام المقاولون العرب. سريعا هنقرا بقى الاجابات. خلينا نروح بدايه ربيع عوض، الشناوي، علي لطفي، اكرم توفيق، ايمن اشرف، بدر بنون، علي معلول، وديانج، وفتحي، وطاهر، افشه، شحات، وان شاء الله الدوري في الجزيره. تمام. سامح الحداد، صباح الورد والياسمين عليك يا كريم انت ونهاوند. التشكيل الشناوي، علي معلول، ياسر ابراهيم، بدر بنون، اكرم توفيق، اليو ديانج، عمرو السوليه، حسين الشحات، افشه، طاهر، محمد شريف، الحريف المخيف. عمر محمد هو بيتكلم بنفس التشكيل. ما فيش حد تقريبا، وبرده اكرم وايمن وبنون ومعلول هو نفس التشكيل اعتقد. هو غالبا هتلاقيه متكرر. مصطفى السيد بيصبح، و شكرا على الكلام الجميل. الشناوي، معلول، بنون، ايمن، اكرم، السوليه، ديانج، طاهر، افشه، زي ما انت بتقولي فعلا واحد تلاقي كله هو التشكيل فعلا واحد. وانا كنت عايزه اسال حضرتك برضو يا كابتن من وجهه نظرك يعني التشكيل الانسب برضو ده اجتهادات، والله احنا مش بنقول لا ما هو مش بنفرض يعني. هو شايف هو يمكن حمدي فتحي ومريحه النهارده كده بالتشكيل ده، يبقى حمدي فتحي لا ده توقعات الناس. ما انا عارف يعني اذا حمدي فتحي ومطلعه بره يعني دلوقتي مش وهو ده اللي هو ممكن يبقى في تغييرات يعني، لكن الباقي كله هو ده، لان الفرقه اصبحت بتقرب للثبات اللي هو غير واقعي. لان غير واقعي ليه؟ لانك انت لازم تغير، لان عندك مباريات مضغوطه، ما تقدرش تلعب بال11 دولت كل المباريات هيستهلكوا اكيد. طيب محمد ده معاك، محمد الجبيلي، الشناوي، وبنون، وتقريبا برضو نفس ال خلاص الجمهور عرفها يعني. الحلو ان كل الناس تقريبا قايله نفس التقسيم. ما هي خلاص ما فرضوا نفسهم هم انا بس عندي سؤال حضرتك ما جاوبتنيش عليه. نبدا براسي الحربه ولا ما نبداش براسي الحربه ونبدا بمهاجم ومعانا اثنين وينج وبعد كده بلاي ميكر؟ من وجهه نظر حضرتك هسال موتماني. طب هنساله بالليل. انا هساله واقول لحضرتك. بس من وجهه نظر حضرتك الامثل، التشكيل الامثل. لا هو مش هيبدا باثنين، مش هتبدا باثنين، ما يبداش باثنين، هيبدا بشريف بس قدام لغايه ما يشوف ايه، وبعدين ما يقدر يطور في الاداء. لكن هيطور في الاداء بعدين. طب مش يمكن لو ابتدى باثنين يجبرهم بقى على اداء معين؟ ما هو بقى عشان كده رجعت انا قلت لكم ان هو عارف الفرقه اكتر مننا كلنا. الفرقه كايزر هو عارفها، فهيعرف ازاي يتعامل معاها. انا ما اعرفش، هو عارف لانه من نفس البلد واحنا هنا ما نعرفش. فبتبقى اجتهادات. هي عموما في سمات معينه طاغيه على اداء فرق جنوب افريقيا. النهائيات لها نظام معين، خصوصا مباراه واحده مش مباراتين. طبعا لاحظ دي مباراه واحده طبعًا. مش مباراتين، ولاحظ ان دي نهائي يعني ما لهاش رده. فهو بيتحسب بالميزان الذهبي، كل حاجه بتتحسب بالميزان الذهبي اكيد.